السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا حبايبي في فيديو جديد. معاكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة جيت لكم بقى وجايبه لكم معايا الكبة الجديدة بتاعتي. هنونة جابتها لي بمناسبة عيد الأم، عشان خاطر كبتي القديمة للأسف اتكسرت وكده، فهي حبت تفاجئني فجابت لي الكبة دي بمناسبة عيد الأم، ومحبتش إن أنا أفتحها من غيركم، قلت نفتحها مع بعض يعني وأعمل لكم ريفيو عنها، وخصوصا إن أنا اتسألت كتير جدا، في ناس سألوني كتير انت كبتك نوعها ايه او ايه احسن نوع كبة والكلام ده، فانا حبيت ان انا افيدكم ان شاء الله، وكل اللي يشوف الفيديو بتاعي ان شاء الله هيستفاد من الفيديو ده. بس قبل ما ابدأ الفيديو، يا ريت اللي يشوف قناتي اول مرة يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنقول بسم الله ونشوف الكبة الجديدة بتاعتي مع بعض. بسم الله. اول حاجه الكبه بتاعتي الجديده نوعها بلاك اند ديكر. بلاك اند ديكر ده ماركه امريكي تقفيل او تجميع صيني، هي من الماركات المحترمه جدا جدا في الاجهزه الكهربائيه. انا سالت كتير قوي قبل ما يعني اشتريها وكده، طبعا زي ما قلت لكم هنونه جابتها لي هديه، بس طبعا انا كنت معاها وتحت اشراف باباهم ربنا يبارك فيه ان شاء الله. هي 500 واط، بسم الله ما شاء الله، هي اقوى من اللي كانت عندي. اللي كانت عندي كان نوعها ساشو تركي وكانت 400 واط تقريبا، وهي برضو ماركة محترمة، بس للأسف وقعدت معايا سنين طويلة جدا، بس للأسف هي اتكسرت مني يعني. فدي 500 واط ومعاها كمان ضمان سنتين، زي ما انتوا شايفين ضمان سنتين اهي بلاك اند ديكر، وده شكلها طبعا الخارجي اهو، ومرسوم عليها ان هي بتقطع البصل اهي والخضروات، وكمان فيها ميزه انها بتكسر التلج، ودي ميزه حلوه جدا جدا مش موجوده في اغلب انواع الكبات، وده بتفرق فيه عشان الوط بتاعها عالي اهو كده. مكتوب كمان ان فيها غرض تاني، فيها مقبض مطاطي في انه يعمل كغطاء لتخزين الاطعمه. هنفتحها برضو ونشوف ايه الكلام ده ونشوفه عملي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما افتحها مكتوب ان الوعاء بسعه 5 من 10 لتر، مزود بمقياس للمليمترات ومقاييس الاكواب اهي، يعني كمان عندي اهو المعايير علشان لو انا حابه اعاير حاجه او اعمل حاجه موجود في البادي بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف في اي في حاجه كمان وانا بلف الكرتونه حابه اقولها لكم، عشان نبقى ايه كده اتكلمنا على الكرتونه الخارجيه كلها ونشوف الحاجات دي عملي لما نفتحها. امكانيه لف السلك حول الجهاز لسهوله التخزين، فيها مكان بنلف السلك علشان سهل نحطه مثلا في رف المطبخ او كده، ما يكركبناش الدنيا وما ياخدش كمان مساحه، والميزه دي الحقيقه ما كانتش موجوده في الكبه بتاعتي القديمه. هي كمان عباره عن 4 شفرات، زي ما انتم شايفين هي سلاحين ب4 شفرات اهي، شفرات مزدوجه من الصلب مقاوم للصدى، كمان ان هو مش بيصدي للتقطيع بصوره اسرع وبشكل متساوي، بيساوي كل التقطيع زي بعضه، و4 شفرات. ودي برضو امكانيه حلوه جدا، لان اغلب برضو الكبات بيبقى ممكن فيها شفرتين بس مش 4، وطبعا الاستانلس افضل بكتير من لما يكون شفرات بلاستيك طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نخرجها كده مع بعض زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خرجتها اهو من الكرتونه بتاعتها، وده المانيوال بتاعها او الكتالوج معاها، فيها كل يعني نعرف امكانيه استخدامها يعني. بصوا زي ما انتم شايفين اهي امكانيه لف السلك، بصوا ده المكان من هنا بيتلف فيه السلك بكل سهولة حوالين الكبة علشان سهل بقى نحطها في الرف، والفيشة او السلك ما يزحمش الدنيا. وهي عبارة عن فيشة ثلاثية، لان انا قلت لكم انها امريكي تجميع صيني اهي، هي عشان مستوردة فطبعا الفيشة ثلاثية، وجاي معاها دي، هي جاية معاها اهي علشان طبعا في هناك ما عندهمش ارضي، فاهو كده بقت ايه 2، سهله قوي تركب على اي فيشه يعني. شكلها شيك جدا ولونها كمان شيك قوي. هي سرعه واحده، سرعه واحده من فوق يعني، اضغط كده عايزه اوريكم، بصوا اضغط كده لتحت يعني، هي سرعه واحده بس قويه جدا ما شاء الله، اضغط لتحت ضغطه، وكمان ممكن ان انا اضغط ضغطات اللي هي متكرره يعني اهي كده او متعدده، لو انا عايزه الحاجه ما تتفرمش قوي، لان هي ما شاء الله زي ما قلت لكم الوات بتاعها عالي، فممكن تفرم لي الحاجه جامد جدا. طب انا مثلا عايزه افرم البصل خشن شويه، فهعمل حاجات متقطعه كده، ضغطات متقطعه كده علشان ما تفرمليش الحاجه قوي. عايزه اقول لكم
عايزة اقول لكم كمان ان هي ممكن تستخدم كعلبة تخزين كمان، ودي ميزة حلوة جدا فيها اللي قلت لكم عليها. ده الغطا، بصوا كان راكب هنا كده كأنه يعني القاعدة بتاعتها، ده غطا من السيليكون اهو شايفين. انا ممكن بعد لما يعني ايه افرم الحاجه ومثلا مش هستخدمها دلوقتي اغطيها بالغطا بتاعها ده وهدخلها التلاجه. وطبعا ان شاء الله انا يعني هستخدمها معاكم عملي وهنفرم مع بعض حاجات، بس في فيديو منفصل ان شاء الله لما اجربها، لان انا لسه ما جربتهاش اهو. فهتبقى علبه تخزين حلوه جدا جدا، ودي برضو ميزه مش موجوده في اغلب الكبات اللي موجوده في السوق حاليا. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الخامة بتاعتها حلوة جدا جدا، وهي طبعا ضد الكسر علشان كده هي بتكسر التلج، فضد الكسر وهي المعايير اللي قلت لكم عليها عشان لو حبينا نعاير اي حاجة. في ميزة كمان تانية فيها انها بتدخل غسالة الاطباق، وطبعا دي ميزة حلوة جدا. عايزة اقول لكم ان الكبة الاولانية بتاعتي ما كانش ينفع انها تدخل غسالة الاطباق، لان طبعا غسالات الاطباق بيبقى درجة الحرارة فيها عالية جدا جدا، فطبعا ممكن البلاستيك يسيح. فدي ميزة انها بتدخل غسالة الاطباق، كل المكونات بتاعتها بتدخل غسالة الاطباق ما عدا طبعا المكون اللي فيه الكهرباء، طبعا ده ما نجيش جنبه، ده يتمسح بفوطة مبلولة بس بعد الاستخدام. اما كل الاجزاء اللي موجودة فيها دي بتدخل غسالة الاطباق علشان تتعقم. انا قلت لكم قبل كده ان من مميزات غسالة الاطباق انها بتعقم الحاجة، فاحنا ممكن مثلا عملنا فيها توم، طبعا ده اللي عنده غسالة اطباق او ريحة قوية جدا، ندخلها الغسالة هترجع لنا جديدة كده زي ما انتم شايفين. ودي ميزة حلوة جدا برضو للكبة. هي نص لتر زي ما انتم شايفين او 5 من 10 لتر اهي، حجمها مناسب جدا. انا ما بحبش الكبات اللي بتبقى ضخمة، يعني مثلا انا هفرم بصلاية هفرم كام فص توم الكلام ده كله، فده حجمها مناسب وفي نفس الوقت ما بتاخدش مساحة ولا حيز في المطبخ عندي او في رف المطبخ. انا دلوقتي بقى هرجع دي كده تعتبر قاعدة ليها، يعني هي ليها غرضين، كقاعدة عادية كده للكبة اهي او كالغطا. تاني حاجة ان انا ممكن استخدم شفرة واحدة، هي ما شاء الله 4 شفرات، كل سلاح بشفرتين، من نوع الاستانلس مش بلاستيك. انا ممكن لو انا مثلا عايزة افرم حاجة مش كبيرة قوي زي مثلا كان فص توم او حاجة، انا احط سلاح واحد بس كده وهستخدمها، يعني مش لازم استخدم الـ4 شفرات الا لو مثلا انا عاملة كمية كبيرة او انا عايزة افرم حاجة كويس جدا جدا، انا احط ايه الـ4 شفرات كده. عايزة اقول لكم انها ممكن كمان تنعم اللحمة المفرومة لو خشنة شوية، انا عايزة اديها وش ناعم، طبعا ممكن تنعمها لي، لكن مش بتفرم لحمة لانها مش مفرمة لحمة. مفرمة اللحمة عايزة وات قوي جدا فوق ال 1500 وات، لكن هي ممكن بقوتها انها تنعم لي اللحمة خالص، او يعني نعمل مكونات مثلا برجر او حاجة ممكن انها تنعمها لي خالص. هي فيها كمان امان او لازم تتقفل باحكام، فيها زي لوك كده، والكبة مش هتشتغل الا لما الغطا ده يقفل باحكام كده نص لفة. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، دي كده الكبة بتاعتي ايه لما نحطها كده هتشتغل. لو ما قفلناش الغطا ده كويس، وده اسمه نظام الامان، هي مش هتشتغل ابدا، لازم يعني ايه نقفلها باحكام كده اهو زي ما انتم شايفين. وان شاء الله هنجربها مع بعض عملي. طبعا انتم عايزين تعرفوا دلوقتي سعرها كام. هي سعرها 935 جنيه بدل من 1040 جنيه، ودي كان عرض في كارفور، والصراحة انا استغليت العرض ده، ويعني ايه والاولاد جابوها او هنا يعني، لان ان شاء الله لسه هدية عز الدين انا هوريها لكم في فيديو منفصل برضو، هعمل لكم ريفيو عنها ان شاء الله. لكن دي الهدية اللي هنونة جابتها لي بفلوس باباها طبعا ربنا يخليه. دي سعرها طبعا 935، بس انا شايفة انها تستاهل السعر ده، لان كل حاجة فيها كويس جدا، وخامتها وكمان الوات بتاعها، يعني ناخد بالنا من كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي اهو، وكمان شكلها صغنطوط كده. ونصيحه كده لاي عروسه بتجهز، عايزه اقول لكم ان الكبه من الحاجات المهمه جدا جدا في اي مطبخ، فعلا بتوفر وقت ومجهود كتير جدا جدا، وان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات كتير فيها، وكمان هنفرم فيها الملوخيه وهوريكم احلى ملوخيه من الكبه ان شاء الله باذن الله. كل ده هعمله لكم في فيديو منفصل عنها، بس ده كان ريفيو سريع كده حبيت ان انا اوريه لكم. وانصحكم بالماركه دي، ماركه فعلا محترمة، للي يعني محتار يجيب كبة نوعها ايه.
اهي، وده شكل الكرتونه بتاعتها عشان تبقوا شايفين شكلها، وده الشكل يعني الوحيد بتاعها او اللون الوحيد، هي ما فيش الوان منها، هي اسود كده. وعلى فكره شيك قوي، الحاجات اللي بتبقى سودا او سيلفر بتبقى شيك جدا جدا. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه باذن الله، واستنوني ان شاء الله في مزيد من الريفيوهات باذن الله ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك يا جماعه، ما تنسونيش في اللايك عشان الفيديو يترفع. واللي يشوف قناتي اول مره يا ريت يدوس اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.